بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. نستسمح سادة المشاهدين في الخروج إلى الفاصل، وبعد الفاصل نتواصل مع حضرتكم على خير بإذن الله تعالى. أهلا بمشاهدينا في كل مكان. لقد ألقى السحرة بحبالهم وعصيهم في ساحة الميدان، ساحة المبارزة، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أفزع الناس وأخاف الناس وأرهب الناس إرهابا شديدا حين خيلوا إليهم أن حبالهم وعصيهم التي ألقوا بها في الميدان أنها حيات تسعى، فخيلوا لأعينهم ذلك، خيلوا لأعينهم ما لا حقيقة له في الواقع. وكما إن الناس فزعت من امتلاء الساحة بالأفاعي التي خيلها السحرة لأعينهم، كذلك فزع نبي الله موسى عليه السلام لأنه أصابه هذا التخييل كما أصابهم. فإذا حبالهم، قال الله تعالى، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خاف منها سيدنا موسى عليه السلام واضطرب. وصور لنا القرآن الكريم الحالة النفسية اللي عاشها سيدنا موسى في اللحظة دي. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. يعني طبعا القرآن صور لنا الحالة النفسية اللي شعر بيها سيدنا موسى والخوف الشديد اللي اعتراه، حتى يبين لنا إنه من شدة التخييل أخافت، أو شدة التخييل اللي شافها واللي تأثرت بيها عينيه، أخافت نفس الرسول المرسل.
لأنه أحس موسى بالخوف في نفسه، وده بمقتضى الطبيعة البشرية، لأنه رأى شيئا هائلا، وما هو إلا بشر مثل باقي البشر، يخيل إليه ما يخيل إليهم. لكن الله سبحانه وتعالى وعده، وعد سيدنا هارون كما جاء في القرآن الكريم: إنني معكما أسمع وأرى. سيدنا موسى عليه السلام رسول مرسل من البشر، لكنه من البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه بالوحي لحمل الرسالة، لكن كل المشاعر البشرية موجودة فيه. يعني كان من الطبيعي جدا خوف سيدنا موسى أول الأمر، وأول ما لقى الساحة والميدان امتلأ بالثعابين والأفاعي، وأخذت تذهب وتروح وتجيء، ومع حرارة الشمس بدأت تلمع هذه العصي وتلك الحبال وكأنها حقيقة، وهي ليست حقيقة، هي على حقيقتها حبال وعصي، لكن مكر وخداع السحرة جعلها بالعلوم والمعارف والدهاء والمكر والتمويه والخداع وخفة اليد إنها تكون كهذا المشهد الرهيب اللي القرآن نفسه الكريم نبه إلى إنه كان حاجة عظيمة جدا، لدرجة إن نفس سيدنا موسى عليه السلام خاف فأوجس في نفسه خيف، كما خاف كل الحاضرين من ذلك الكم المرعب من الأفاعي والثعابين. فموسى فيه ما في الناس من مشاعر الخوف، إذا ما داهمها ما يخيفها ويوزعها خافت. كذلك خاف موسى من شيء آخر، خاف خوف نفسي من مشهد اللي شافه، خاف كمان سيدنا موسى إنه يفتتن الناس بما رأوا وبما سحروا به أو بما سحرت أعينهم به، لأن سيدنا موسى عليه السلام في اللحظة دي اللي خاف فيها هو لم يلقي شيئا بعد، يعني ما رماش العصاية بتاعته لسه، لأنه كان في انتظار الأمر الإلهي تعالى، أمر الله سبحانه وتعالى إليه بأنه يلقي بالعصا، لم يأتيه الأمر في اللحظة دي، وبعد دقائق، وقد نقول أنه كان بعد ما أصابه حالة الخوف، أوحى الله تعالى لنبيه موسى في تلك الساعة، يعني في هذا الحال أوحى الله تعالى لنبيه موسى في تلك اللحظة الحاسمة إنه لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى، لأنه هم على باطل وأنت على حق، هم على باطل وأنت على حق، لا يفلح كيد الساحر أبدا، لأنه كله تمويه وخداع وغش ومكر واستعمال الأمور وتزييفها أو تصويرها على إن ده حقيقة وهي ليست بحقيقة، الحقيقة هي كل ما اتصل بالله سبحانه وتعالى. فطمأنه الله تعالى وقال له لا تخف إنك أنت الأعلى، وبعد كده أمر وقال له وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. شفت، مش صنعوا صنع ساحر، لا، إنما صنعوا قال إيه؟ كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ده كيد ومكر وخداع وتزييف، عشان كده السحر ده من الكبائر، لأنه كذب وغش وخداع وتزييف للحقائق، الحقيقة هي ما اتصلت بأنوار الله سبحانه وتعالى. وسيدنا موسى ما كانش في يمينه إلا العصا بتاعته، وربنا أمره أنه يلقي بما في يمينه، فألقاها، فإذا هي هذه العصا، عصا سيدنا موسى عليه السلام، تنقلب ثعبان أسود عجيب مخيف، مش زي الثعابين اللي احنا متعودين نشوفها، أو ليست بوصف الثعابين الطبيعية اللي احنا بنشوفها، ثعبان تتحول العصا إلى ثعبان حقيقة. وده الفارق ما بين السحر اللي هو تخيل وخداع وغش، وما بين المعجزة اللي هي حقيقة، تحولت العصا من جماد إلى كائن حي، وكائن حي مفزع وعجيب، ثعبان أسود عجيب يمشي على أربع قوائم قصيرة لكن غليظة وشديدة جدا. والتعبان الضخم ده له ذنب ضخم بيستند عليه
هذا الثعبان عشان يعني يقيم نفسه كده على عليه ويبتدي يشوف، يبص ما يرفع قامته، يبص على كل أو يشرف بهذا الحال أو على هذه الهيئة على جدران المدينة كلها، فيشرف برأسه وعنقه وعيناه تلتهبان نارا، وليه فم واسع كبير ممكن يلتقم المدينة كلها. كان شيء صورة، احنا بنحاول نقرب الشكل لكنه في حقيقته كانت صورة مفزعة، انه هذه العصا تتحول الى هذا الثعبان الضخم. وفي الحال انطلق هذا الثعبان المخيف الى حبال وعصي السحرة التي لا يزال فرعون والحاضرون يتخيلون أنها ثعابين تسعى حقيقة ولم تكن حقيقة، فأخذها الثعبان الضخم يلتقفها ويبتلعها ابتلاعا، وما هي إلا لحظات أو أقل، حتى لم يبقى شيئا منها في هذا الميدان الفسيح، فخلت الساحة وأصبحت بلا ثعابين ولا عصي ولا حبال ولا شيء. بلا شك في اللحظة دي امتلأت قلوب هذا الجمع العظيم الكبير المحتشد، لأنه طبعا هو تم استدعاء الناس، هو يوم عيد وتم استدعاء الناس كمان لحضور هذا المشهد وتلك المبارزة، وكانوا ظنين ساعتها أنه سيقهر أو يغلب موسى، ولكن الله ناصر عبده ورسوله موسى وهارون عليهما السلام. امتلأت قلوب الجمع ده كله بالخوف والرعب أكتر كمان من قبل كده، أكتر من صورة لما ألقى السحرة بالحبال والعصي وتحولت إلى ثعابين، لأنه الثعبان الضخم ده كان مفزع جدا. وهزم سحرة فرعون، وفرعون نفسه من كتر ما خاف واتفزع من شكل التعبان ده كاد قلبه ينخلع انخلاعا من رعب وخيبة ما رأى، وحاول انه يتماسك امام الناس. اما سحرة فرعون الذين خابوا وخسروا كانوا هم اكتر الناس ذهول وتأثر وتعجب واستغراب كمان من هذا الذي جرى امام اعينهم، فهم من أعظم السحرة مش في مصر بس، ده تقدر تقول كانوا من أعظم السحرة في العالم آنذاك، لكنهم يعلمون مكايدهم وعارفين إن هم عملوا ده مبني على المكايد والحيل والمكر السحر، عشان كده ربنا وصفوا بالكيد، بالكيد ما وصفوش بحاجة تانية، وصفوا بالكيد، تجهيزات وترتيبات ومكر وخداع وتمويه واستعمال العلوم عشان تخيل حاجات معينة ويخيل لك شيء على إنه حقيقة وهو مش حقيقة. فطبعا هم عارفين اللي عملوه وعارفين جدا إن اللي عملوه ده أو ما يصنعون ليس بحقيقة، إنما تخيلات وتزييف لحقيقة الواقع. أما ما كان من نبي الله موسى إنما كان معجزة حقيقية لا شك فيها، لا فيها خداع ولا فيها تمويه ولا فيها تخييل، ده بقدرة الله تعالى العلي القدير إن عصا سيدنا موسى تتحول من جماد لكائن حي، ثعبان عظيم يسعى، ثعبان حقيقي، وإنه لو هو مش حقيقي ما كانش هيبتلع ويلتقم العصي والحبال، إنما هو تحول بقدرة الله القادر إلى ثعبان حقيقي. وإن هذه الحالة التي رأوا يعني شافوها ورأوها هؤلاء أو هذا الجمع وهذا الحشد لا يقدر على صنعها إلا الله الواحد القهار الذي لا إله إلا هو، عشان كده ذهل السحرة وخشعوا ثم وقعوا لله تعالى ساجدين لله رب العالمين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. آمنت السحرة بالله تعالى الحي القيوم، آمنوا وسجدوا لأنه قامت المعجزة، قامت المعجزة أمام أعينهم وبان الدليل واتضح وظهر للجميع، وقع الحق وبطل السحر. والحقيقة في هذه القصة وفي هذا الملمح أو في هذا المشهد من هذه القصة مما يوقع في النفوس إنه كيد السحرة والسحر ضعيف،
مهما شافوا الإنسان قوي، الإنسان بيشوفه قوي لما إيمانه بيبقى ضعيف، لما بيقينه في الله بيضعف، يقوم يحس إنه حاجة كبيرة. ده بشر زيهم زيك اللي عاملين الكلام ده. لكن لو تمسكت بالله الحي القيوم، التزمت الأوراد والتحصينات وما ثبت في جاء في التحصينات عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما وجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة، على طول أنا كده هشوف مشاهد قصة سيدنا موسى، وأعرف أنه كيد لا يفلح الساحر حيث أتى، وأنه كيده ده كيد تمويه وخداع وتزييف. لكن المؤمن المتمسك بأنوار القرآن، بأنوار السنة النبوية المطهرة، بأنوار الوحي الشريف، ما يهزوش شيء، حتى لو أجري عليه اختبار أو امتحان، هو شايف بقوة الله القادر أنه يقهر أي شيء، ولا محتاج أروح يمين، ولا محتاج أروح شمال، ولا محتاج اللي يقرأ علي. لا مانع من أهل الصلاح، مش من التجار اللي بيعملوا ده، لكن أنا برضو أقرأ لنفسي وأتعوذ بالله وأتحصن بالله الحي القيوم القهار. هو ادانا القصة دي وجاب لنا المشهد ده، بنعرف هذا التاريخ الإيماني اللي مهم نعرفه، وفي نفس الوقت يزداد إيمان المؤمنين إيمانا على إيمان، ويقين فوق يقين، يقين لا يتزعزع، لأن كل ما اليقين يزيد في قلب الإنسان المؤمن يقهر بنور يقينه أي كيد، أي وسوسة، أي شر يعتقده، ويصبر الإنسان المؤمن ويتحصن بالله الحي القيوم. لا إله إلا الله، سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجد السحرة وآمنوا بالله رب العالمين، لكن فرعون بعد كل اللي شافه ده لم يؤمن ولم يصدق ما جاء به موسى. صدق الله وكذب موسى. ودينا بنشوف في المشاهد كيف كذب موسى من فرعون، وبعد كده كذب من بني إسرائيل، ولم يؤمن معه إلا قلة القلة، وكأن الله سبحانه وتعالى بيصفي الأجيال، القلة المؤمنة، القلة المؤمنة في كل زمان وفي كل مكان. فرعون لم يؤمن ولم يصدق برغم وضوح الآية وبروزها، و إنها كانت آية عظيمة كبيرة. ده بالعكس، ده هدد السحرة. أول لما لقاهم سجدوا آمنوا، قال آمنتم به، كما قص علينا القرآن الكريم على لسانه، قال آمن، قال هنا الفعل عائد لمين؟ لفرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تهديد ووعيد بأبشع أنواع القتل. لم تبالي السحرة بما قال لهم فرعون. ليه؟ لأنهم آمنوا. الإيمان يعني تصديق القلب، القلب صدق وشاف حلاوة وذاق حلاوة الإيمان، لم يبالوا بما قاله لهم فرعون. وفيما هم ساجدون أراهم الله تعالى في سجودهم منازلهم في الجنة، وسبحان الله العلي العظيم، هكذا كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة.